هذه وصل لميليتو، ميليتو يلعب مع زانيتي، خرج من المراقبة وانطلق ايتو صامويل، دائما زانيتي مع لاتزاري، واصل زانيتي سريع جدا يزيد في السرعة، زانيتي يواصل زانيتي، توغا زانيتي هايلة منه، توغا ايتو صامويل خطيرة. كونديف، كونديف يفتح مجال التسجيل للإنتر من دربك في وسط الدفاع بعد الانطلاقة من زانيتي العملاق، يمرر ناحية ايتو تصطدم بالدفاع وجوران كونديف يسجل هدفه الثالث في الدوري الإيطالي. كونديف المقدوني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة، هدف مبكر قاتل بالنسبة لعناصر فريق كاليالي. قلت بأنه عنده النزعة الهجومية، ولكن عندما نقول عنك بأنك عندك النزعة الهجومية لا تنسى الدفاع أمام فريق اسمه إنتر ميلانو، بروعة وبهدوء وبرزانة يتمكن كونديف. شوف الانطلاقة والتوغل من لاعب عمره 37 سنة، زانيتي يتوغل ويمرر على طبق لإيتو، تعود لبونديف في وضع يساني حال التهديف، يفتح مجال التسجيل لإنتر ميلانو. هدف للصفر، 7 دقائق لعب لحد الآن، إنتر ميلانو متفوق على كالياري في جوسيبي ميازا. النوادي العملاقة اللي شوف الانطلاقة، شوف انطلق من وسط الميدان، زاد في السرعة أمام لاتزاري عمره 26 سنة، وزانيتي 37 سنة، تفوق عليه وانطلق بسرعة. وبونديف في المكان المناسب يفتح مجال التسجيل لصالح فريق انتر ميلانو، هدفه الثالث هذا الموسم، اللاعب الذي استقدم لتعويض ايتو.